تم تدريب الفوج الأول من هؤلاء الفرسان. الآن أيها الأخوة والأخوات، يسعدني كثيرا أن نقوم معا تخريج وتكريم هذا الفوج الأول من برنامج فرسان التسامح. أيها الفرسان، يا من وهبتم أنفسكم للعمل والإنجاز والارتباط القوي بمسيرة المجتمع، أتوجه إليكم بالتحية والتهنية. أمامكم الآن فرصا كثيرة يستطيع كل منكم منها وبها أن يكون رائدا في خدمة المجتمع